الآن ندخل إلى إحدى القاعات الأخرى، هنا نشاهد ما تبقى من المحاضرات للطلاب. على ما يبدو أن هنا كانت توجد المكتبة، بقايا آلة التصوير وبقايا المحاضرات. هنا أيضا مخبر، نشاهد تعليمات الامتحان في العام الماضي في هذه القاعة. على ما يبدو الامتحان العملي كان يجرى هنا في هذا المخبر. هذه أدوات موجودة في هذا المخبر بعد أن تم تدميره. نخرج الآن من هذا المخبر إلى قاعة أخرى في هذا البناء. أيضا القاعة الثانية، كل شيء يوحي بالدمار، يوحي بالخراب. النوافذ دمرت بشكل كامل من شدة الانفجارات والصواريخ التي ألقيت على هذه الكلية. هذه هي الجامعات في زمن سوريا الحديثة كما يدعون. لقد عدنا مئات السنين إلى الخلف، إلى الوراء، من أجل أن يبقى رجل واحد يحكم هذا البلد. ندمر البلد بأكمله. أيضا قاعة أخرى هنا، على ما يبدو أن هذه كانت المخابر. هذه قاعة أخرى، هنا يبدو الدمار أوسع وأكبر. من هنا يبدو أن هذه الكلية قصفت. يبدو هنا هذا الصاروخ نزل بهذا المكان.
وأحدث هذا الدمار الهائل في كلية الطب. من هنا نلاحظ آثار الدمار في هذه القاعة. سوف نخرج لنرى ونشاهد من هنا. نستطيع الخروج إلى المدخل الآخر. هنا كانت كلية الطب. هذا هو القصف الهمجي على هذه الكلية. دمرت بشكل شبه كلي. دمر كل شيء في هذا المكان. هذا أثر الصاروخ الذي ضربت به كلية الطب في دير الزور. هذا مكان الصاروخ. وهناك طائرة تحلق الآن. الطيران الحربي يحلق فوقنا على ما يبدو. لا نعلم ماذا يريد أن يقصف من جديد. هذه هي الكلية. سوف نحاول العودة مرة أخرى إلى الداخل لنرى ونشاهد الدمار هنا والحرق هنا. أحرق هذا المكان بشكل كامل. آثار الحرق تبدو في هذا المكان. وهنا أيضا آثار القصف العشوائي. سجلات الطلاب هنا تبدو. لم يبقى شيء في هذه الكلية إلا وتعرض للحرارة. سجل دوام العاملين هنا. هذه إحدى الغرف الأخرى أيضا فيها سجلات للطلاب والعاملين. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي جامعاتنا التي كنا نتباهى بها. ونحمد الله أنه أصبح في دير الزور كلية للطب بعد عناء طويل. لكن النظام أبى إلا أن يحرم هذه المدينة الصامدة من جامعتها وكلياتها. هذا هو حال المدارس، حال الجامعات، حال المشافي في دير الزور. كلها تقصف تدمر. الآن نصعد إلى الطابق العلوي لنرى أيضا آثار القصف.